من ضمن هذه الكلمات الجيده جدا في حق الاهلي اللي قالها الكابتن رضا عبد العال رضا عبد العال واحد من نجوم الكره الموهوبين انتقل من الزمالك الى الاهلي في ضجه غير مسبوقه وقتها قدم فتره طيبه مع النادي الاهلي تحدث في قناه ال تي سي عن تقديره للاهلي او رايه في الاهلي ولعيبة الاهلي بعد فوز الاهلي على النجم الساحلي نشوف رضا عبد العال فهم ده الفرق بقى بينه بين النادي الاهلي واي نادي في مصر امم ان تلاقي ساعه الجد امم ساعة لما الدنيا بتقفل لا ما تقلقش على النادي الاهلي ولا لعيبته امم ويا يبقى منتخب مصر كده ويا ريت يبقى الزمالك الفتره اللي جايه دي كده ويا ريت كل انديه مصر ده النادي الاهلي يبقى نموذج ليه طبعا في ناس كده تزعل من الكلام ده وهتتضايق من الكلام ده بس هو فعلا ساعه الجد اللعيبه بتبقى رجاله ما هو ساعه الجد واحنا دي ظاهره ساعه الجد ما تقلقش على بيستدعي, بيستدعي بيستدعي بقى مخزونه مخزونه اللي هو ايه ثوابته قيمه وثوابته القيم مش بس في الاخلاق دي في فلسفته في مواجهه الازمات أيوة في علاجه للازمات أيوة في علاجه للصعوبات حتجد أيوة عنده موروث ارث متراكم م... ارث متراكم بيستدعيه صحيح اي حد إذا من المهم جدا اللي الناس بيغيظها كلمه الثوابت والقيم والمبادئ، لا دي دي هي دي اللي اللي مبني عليها النادي الاهلي. <applause> فكل الناس ساعه الجد تعترف بهذا. لما يعني يحصل ظرف مختلف شويه يبتدوا بقى يدوروا على اسباب هم أو أكتر ناس مش مقتنعين بيها. نتكلم <applause> في الحرام والحلال والتحيز والدوله والكلام ده، لكن هو ده السبب اللي بيكتشفوه مع كل انتصار يتوقعوا للاهلي فيه انكسار <applause> انا جاي لك بال بالسجع الجاهز بالآه اه ماشي يا امير الشعراء